طيب يا شيخ، حكم لبس البنطلون وتنوره الين تحت الركبه وتكون واسعه. لا يجوز للمراه ان تلبس البنطلون، بل حتى الرجل لا يليق به البنطلون، لانه غير ساتر من ناحيه انه يبدي احجام الجسم، ولانه ضيق فلا يليق بالرجل ان يلبسه، فكيف بالمراه؟ المراه مأمورة بالستر الواسع الفضفاض الذي لا يبين شيئا من تقاطيع بدنها. نعم.